لم يذهبوا إلى المقابر، بل وقفوا هنا بين حقول الليمون علهم يستنشقون نسيم رائحة من فقدهم يوم الفاجعة. من منا لا يتذكر المأساة؟ إنهم شهداء الوطن في سقوط الطائرة العسكرية ببوفاريك يوم الأربعاء الأسود 11 أفريل من سنة 2018. الغرب هناك شو جابوا خوص بحطون عند واحد شبية قبل ما دخلنا الطيارة عيط لي قال لي بابا قال لي ركبت ماذا كتغيق ماذا ساعت وجه الله يرحمه ويسعده الله يرحمه بجمعين إن شاء الله يا رب. أنا أيوب هاو كيفاه كي جاك فعنك يسلم عليا يقول لي يا إما أنا المعزوز أنا نعيش معك أنا نرفدك أنا هو المعزوز تاعك وكان يبغيني بزاف وعندك يقول لي ما أنا نديك للعمرة ما تخميش حاجة ما تخصكش معايا. دماؤهم سقت هذه الأرض الغالية ليتركوا خلفهم عائلاتهم وأبناءهم الذين يطالبون اليوم من السلطات الوصية التكفل بهم والنظر في حالهم. أنا نجولي الذكرى بس ما كاش السغل ولا خزر فينا ولا نهار اللي دفنوا هذو المرحومين هذو الله يرحمهم الشهداء هذو ما كانش اللي زاد خزر لنا كاع. طلبوا من الحكومة تاعنا من رئيس الجمهورية تاعنا هو راه وزير الدفاع هو راه كلش يخزر للناس هذو يعطي لهم الحقوق نتاعهم. هاد الضحايا خلاو ارامل وخلاو اولاد يعني ثلاث سنوات ما كاش اللي شاف فيهم ما كاش اللي حوس عليهم. الاربعاء الاسود خلف 257 شهيدا، شاءت الأقدار أن تكتب أسماؤهم بأحرف من ذهب، وها هي عائلتهم اليوم بحاجة إلى التفاتة طيبة علها تضمد بعض جراحهم العميقة.